Hej, fantje, kako ste prišli na kanal? Jaz sem Marzacel, video je štiri, meni je na nas, Sraga! اليوم هذا الفيديو طبعا راح نحكي عن التحديث الجديد يلي نزل طبعا كلكم روحوا لبلاي ستور اضغطوا على تحديث او ابديت او متخجوخ وراح تلاقون انه في تحديث جديد لما تدخلون على اللعبه الانترو صار مختلف شويه يعني هذا تبع الافتر بيرس وكمان ضافوا شغلات جديده مشان يعرفوكن انه انتم كبار يعني هذاك بيحكون انه لازم تعطي الموبايل لامك لأ او ابوك لبارنت تبعك اللي عنده اكثر من 13 سنه او اكثر 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 كثير يعني البارنت تبعك ولازم انه يجيب على الاسئله وهيك فانتم تقدروا انكم تحلون هالمشكلة اذا كان عمركم اكثر من 13 سنه حتى لو ما كان عندكم اكثر من 13 سنه اليوم جبت لكم حال طبعا في كثير منكم كانوا عم يحكوا الاسراء في تحديد جديد في اللي ما حكوا له هيك بس يعني يعني هيك عم تظهر لكم شاشة والله كتير ندمت مش ما صورت لكم ياها مشان انه انا ظهرت لي بس ما كنت بصور يعني سويتها بدون ما اصور هلا حبيت اني اسوي عنه فيديو احكي لكم عنه بس انتو ركزوا معي وبس طبعا اول شغلة لما دخلتوا على اللعبة اكيد رح تكونوا لقيتوا شاشة هيك سودا بعدين بتنكتب افتر بعدين تضغطون على بلاي تستنون أه بعدين أه يعني بتروحون للبلاي ستور اذا كنتوا حددتوا اول شي بعدين لما تضغطون على بلاي بيحكوا لكم اشياء يعني في الاسئله بتكون متغيره كل واحد عنده سؤال في شكل ثاني يعني انتوا بيحكوا لكم اسئله اذا كان موبايلكم بالانجليزي رح يسالوكم بالانجليزي بعدين هوني هوني بتظهر الشطاره تبعكم باللهجه الانجليزيه والماتس بالانجليزي وكل شيء بالانجليزي فانتوا أه يعني لازم انكم تجاوبون بإجابة صحيحة عشان يخلوكم تدخلوا على الجيم اذا ما رديتوا جواب صح ما رح تدخلون للأسف بس انتو ركزوا منيح بيحكوا لكم مثلا أه هيك علامات عرفتوا يا جماعه علامات الطريق وبيحكوا لكم هي على شو بتفيد وبيكون خيارات انتو تختاروا الخيار الصح يعني بيكون بالانجليزي اللي يعني عنده موبايل فرنسي رح يكون بالفرنسي وبيكون اسهل صراحة بالفرنسي بالنسبة لي بس العادي انا كمان جاوبت بالانجليزي يعني وهون رح تظهر شطارتكم اذا ما عرفتوا تروحوا عند البارنتس تبعكن يعني مام او داد تبعكم احكوا انه أمي او ابي بدي انا انه ادخل على اللعبه وحكوا لي انه لازم يكون شخص اكبر مني عشان يجيب على هاي الاسئله ولازم انه تكون أمكن او ابوكم شاطرين بالانجليزي وهيك عشان يجاوبوا على الاسئله الصح او ولا ما رح تقدروا انكم تدخلون على الاكونت تبعكم يس yes. بعدين انتو رح يسألوكم سؤال واحد بعدين رح يحكوا لكم I agree يعني I agree the يعني التيمز تبع السفيتي يعني البوليس تي هيك الشغلة التيرمز يعني القوانين تبع اللعبة وراح احكي لكم قوانين اللعبة اول شي في قوانين اللعبة مع الكريترز يعني اذا التقيتوا بيوتيوبرز زي انا او زي يعني هيك يوتيوبرز عندهم علامة اليوتيوب فوق منهم مو لازم انكم تسوون هاد الايموجي على عليه يعني لانه اذا عسبتوه هم يعني باللعبة بيقدر هداك الكريترز لحظة افرجيلكم شلوني يلا بدي التقي بحدا يا جماعة بس بحدا عشان افرجيلكم في عندي اربع فيزيتورز رح اطلعهم عشان افرجي لكم مثلا هاي بلشت عم تسوي لي هذا الايموجي فانا رح اجي عندها يعني الكريتور هيك بيسوي لي ريبورت بلين باد ووردز وكونتينيو ميسن كلوز سوري كثير يا بنت اذا بلكتك لانه انا كريتور فيعني <applause> الكريتورز اذا سووا هاي الحركه بتزبط مو 100% بس يعني تقريبا 60% لانه اذا هيك مثلا هي اجت سويت لها هيك وهي يعني مو لازم اني اتهمها بس اذا هي اجت وسوتلي لي هيكا هيكا وهيكا وهيكا, وهيكا, وهيكا. اذا ظلت هيكا بتسويلي لي كتير وانا كمان زعلت رح اجي أسوي لها هيك وبعدين خلص يعني كأنه رح يروح العكان تبع فايس كمان في قوانين انه اه لا تروحون عند الناس تحكولهم كلمات مو حلوه يعني اغلي هم ما سووا يعني هيك بت ويعني الاطفال هم بيلعبون اللعبه فانه بيجي شخص يحكي لك هيك انه آجلي وهيكا هيك اغلي وهيكا يعني بعدين يعني وانه طفل يعني بتتحطم النفسيه ايه؟ <applause> بيزعل منيح انه هيك تزعل فلهيك البي اكسي اكس بيحاولوا كل ما امكن انهم يبلكوا الناس و يعني يشيلوا الناس يلي هيك بتتمسخر على الناس وتستفزهم بس اذا كان هو هيك حكالك انت كمان حكي له عقلي هو حكى لك هيك ما رح يبلكونه ليش لانه انتو اتنيناتكم بتتخانقوا ما زعل ولا حدا فيكم بس اذا كنت انت ضحيه واجى حدا وعصب عليك بعدين هداك رح ينشال وهي يعني قوانين اللعبه يعني مشان لا يروح الاكونت تبعكم ومشان يخلوكم تدخلون على الجيم وبيحكوا هيك انه لازم يا بعدين بيعطوكم كتير شغلات انتو لازم انكم تشطبون على العلامات اللي بتكون وبعدين تضغطون على كانتينيو خلاص بيدخلوكم على الجيم وهذا التحديث كتير كتير حلو ليش انا حبيته بالذات لانه كتير سيفتي وهيك يعني انه محمي مية بالمية هلا صارت اللعبة كتير كتير محمية مية بالمية رح احكي لكم هلا اسئلة والحلول تبع يعني في اسئلة بتحكي باللعبة في اسئلة بتحكي انه آه مثلا بيعطوك هيك هديك ال الدبوس مو دبوس عرفتوا يا جماعة بن لا مو بن لحظة شو اسمه يا جماعة شو بتسمونه شو بتسمونه ليكو اشوف بن هذا 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 بن هذا 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 يا جماعة او هذا دبوس يعني دبوس دبوس خلص هذا دبوس او درغي درغي يعني الدبوس او الدرغي او البين فهاي الشغله بيسالوكم إن اذا هاي الشغله شو بنستخدمها بنستخدمها عشان ننقي ال النقي الأظافر تبعنا ونسويهم أو يعني إنه مشان مشان نسوي النيلز تبعنا بنسويهم بالبين أو بنكتب بيو أو بنحط على الصوفاي أو شو بنسوي فيه فأنتوا لازم يعطوكم كتير خيارات أنتوا لازم تردوا على الإجابة الصح إذا ما رديتوا عليها إذا رديتوا عليها صح رح يحكوا لكم إنه لازم إنكم توافقون على القوانين وهيك بعدين أنتو بتوافقون وبعدين يعني ضروري هي يعني اكثر مرحله سهله بس اذا سالوكم آه ويجمع جماعه بالتعليقات مثلا انتو هلا دخلتوا على اللعبه وانتو هلا مره 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 آه يعني كانه ان بريزن فما قدرتوا انكم تطلعوا من هالبريزن انه سالوكم سؤال وما عرفتوه فأنتوا اكتبولي بالتعليقات بقدر اعطيكم الحال اذا عرفته وبس آه. <applause> بس إذا يا جماعة إذا ما كان عندكم إجابة إذا كانت عندكم خاطئة وإنتوا اختاريتوها خاطئة بيحكوا لكم إنه خاطئة بيعطوكم سؤال تاني فبيعطوكم فرص يعني في عندهم ما شاء الله كتير أسئلة إذا ردت خاطئ بي على خاطئة بيعطوكم التاني إذا ردت عليها صحيحة خلص بيمر بيدخلوكم على الجيم بس إذا ما فهمتوا يعني على الجيم فإذا إنتوا ما فهمتوا شي شغلة احكولي لي بس <applause> بس طبعا هيك بنكون خلصنا فيديو اليوم وبس شو هاد الصوت لك لا تنسوا اشتركوا بقناتي وحطولي كتير لايكات بس بحبكم كتير 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 لكم بحبكم كثير وحطوا لايك بليز مشان مشان عيونكم مشان عيونكم مشان عيونكم اللي حطوا اشتراك و. We like commando best. I love you all. Bye. <laughs>